يا اهلا بكم. طيب خلونا ناخذ فكره عن الفايل سيستمز بشكل مبسط. ايه هو الفايل سيستم؟ يعني ايه فايل سيستم وايه الغرض منه؟ طيب احنا يكون عندنا سيرفر وفي ستورج، بغض النظر هي لوكالي اتاتشد ستورج او ريموت ستورج جايه من سان ستورج على سبيل المثال، وهنا انا بتكلم طبعا عن البلوك ستورج. علشان نمكن السيرفر بتاعنا او تحديدا الاوبريتنج سيستم من انه يبدا يقرا ويكتب داتا على الستورج الفيزيكال ستورج البروفيجند لي، هنحتاج نعمل فورماتنج للديسكس او فورماتنج للمساحه المعينه للسيرفر الماونتد للسيرفر. اما اننا هننشئ فوليوم او بارتيشن، والفوليوم او البارتيشن هو وحده التخزين اللي السيرفر كاوبريتنج سيستم بيتعامل معاها علشان بيكتب ويقرا داتا على الفيزيكال ديسكس، تاني بغض النظر هي لوكال ديسكس ولا هي ريموت ديسكس. تمام، فبنعمل فورمات من الاوبريتنج سيستم، بنعمل فورمات للديسكس باستخدام حاجه اسمها فايل سيستم طبقا للسبورتد فايل سيستمز على كل نوع او كل صنف من الاوبريتنج سيستمز. فالويندوز على سبيل المثال الديفولت فايل سيستم فيه هو الان تي اف اس وله خصائص معينه، وفي نوع اخر من الفايل سيستمز في الويندوز زي الريفس. طبعا انا مش هذكر الفايل سيستمز القديمه زي الفات، انا اتكلم عن الحاجات اللي هي يعني الشائعه الاستخدام والحاجات الحديثه زي الريفس. والديفولت هنا او الاساسي في الويندوز هو الان تي اف اس. ففي الويندوز لما بنيجي نعمل بارتيشن على ديسك باي ديفولت من غير ما نغير في السيتنجز هو هيكون ان تي اف اس. طبعا الفايل سيستم بيكون ليه خصائص معينه ليها علاقه بطريقه تعامل الاوبريتنج سيستم مع الديسكات، واحنا في العادي احنا بنخلي الفايل سيستم هو الديفولت ما بنغيروش، اللهم الا اذا كان في داعي من اننا نغيره او ان الابلكيشن او نوعيه الداتا اللي هتتحط عليه تتطلب نوع معين من الفايل سيستمز. طبعا هنحتاج فيها نرجع للمتطلبات او ريكويرمنتس اللي بتجينا من الابلكيشن او الورك لود فيندر. في لينكس نفس الكلام، في الاي اكس تي، والاي اكس تي يعني ما هوش الديفولت حاليا، هو القديم كان الديفولت في لينكس 6 اعتبارا من لينكس 7. فلينكس 7 ولينكس 8 الديفولت فايل سيستم فيهم هو الاكس اف اس، وفي كمان الزد اف اس هو لينكس يونكس فايل سيستم تايب، ده احنا بنستخدمه لاغراض معينه طبقا زي ما قلت لمتطلبات الابلكيشن اللي هتشتغل او الورك لود اللي هيتحط او الداتا اللي هتتحط على الستورج فوليوم في حاله لينكس. كمان في الفيم وير هايبرفايزر ليها فايل سيستم خاص بيها اللي هو الفي ام اف اس. في ام اف اس اختصار فيم وير فايل سيستم. فاحنا حتى لما بنيجي ننشئ داتا ستور بلوك داتا ستور طبعا في الفيم وير، فبيكون في عندنا ثلاث اختيارات انك تعمله في ام اف اس او ان اف اس او في فول نوع الداتا ستور. الديفولت هو الفي ام اف اس، والفي ام اف اس هنا هو الفايل سيستم بتاع الاوبريتنج سيستم اللي هو في حالتنا هنا دي الفي ام وير هايبرفايزر اللي اس اكس اي هو هنا طبعا الاوبريتنج سيستم، والفي ام اف اس هو الديفولت فايل سيستم اللي فيه. تمام، دي كانت محاضره قصيره جدا يعني بشكل مختصر كده على الفايل سيستمز، اتمنى تكون المعلومه وضحت. وفي الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم على البروفيجننج تايبس اللي هو الثين والثيك بروفيجننج. شكرا، مع السلامه.